نعم يا رب، حضورنا هو أولا تآزر مع هذه الفئة والشريحة الاجتماعية التي أدت الكثير فيما يخص مجال التصوير في المغرب ككل. وحاليا هذه المهنة مهددة أولا بالانقراض، مهددة كذلك بأن نضيع فيها العديد من مناصب الشغل، ولذلك حضورنا اليوم هو في إطار المساهمة في بلورة مشروع قانون أو مقترح قانون يرمي أولا إلى تحديد مواصفات هذه المهنة ورد الاعتبار للمهنيين ديالها على اساس باش يخرجوا تاهما كباقي المهن بطائق مهنيه معترف بها وبتراخيص تكون معترف بها. وهذا اللي غادي نبلوروه ونساعدهم على اساس باننا نخرجوا بهذا المشروع قانون، واللي اما يكون مقترح قانون يديروه الاحزاب السياسيه او مقترحه على الحكومه باش يكون مشروع قانون اللي ينظم هذه المهنه اللي هي من اعرق المهن في المغرب واللي كانوا مفتوحين بها بيوت حديده في المغرب. وكنتمناو بانه هذا التطور سواء كان تطور تكنولوجي ما يكونش على حساب هذا المهني. رحيم ابراهيم الوردي، امين المال الفيدرالية الوطنيه ارباب محلات ومهني التصوير. كنشكروا بعدا المنابر الاعلاميه اللي حاضره اليوم، ومن خلالها نوصلوا واحد الصوت ديالنا لشريحه مهمه من المجتمع، ونظرا للمشاكل اللي تعيشها القطاع ديالنا بصفه عامه، ومن الخلاصات ومن التوصيات اللي خرجنا فيها ملتقى بني ملال اللي تشرفنا احنا كمدينه بني ملال بالتنظيم ديالو، والاسس ديالو هي اننا يكون عندنا واحد مشروع قانون لينظم وهيكل هذه المهنه ان شاء الله. وتنتمنوا انه يلقى اذان صاغيه لدى جميع الفرق البرلمانيه لتاخذوا بعين الاعتبار على انه تتقتات منه وتتعيش منه شريحه مهمه من المجتمع. وتنتمنوا اننا ما نمشيوش للحافه ديال الهاويه، لاننا فعلا اصبحنا نعاني كثيرا من اولا الطفره التكنولوجيه، وثانيا غياب قانون الذي يهيكل هذا القطاع من جميع الشوائب التي تشوبه، سواء من منافسه غير شريفه او منافسه ادارات عموميه وما دون ذلك، واللي هي المشاكل كثيره وجمه. اللي عن حزب التقدم الاشتراكيه نحضر في هذه المبادره اللي هي تنحيوها من أجل تنظيم واحد القطب مهني اللي هو يعني مهدد نظرا لهذه التحولات والتطورات التكنولوجية والرقمية اللي كاينة، وفي الوقت اللي هذه المهنة هي عندها واحد طابع تراثي لا بالنسبة للأسر ولا بالنسبة للبلاد ككل. وحنا مستعدين باش نضفروا الجهود باش يكون اما مقترح قانون اما مشروع قانون من طرف الحكومه تبناه، وباش هذا التنظيم ديال هاد المهنيين غادي يسمح لهم كذلك باش يحميوا هاد الفئه المهنيه اللي هي حره واللي يمكن لها تستفد من التغطية الصحية ومن التقاعد وعدد من الحقوق اللي تسمح لهم بالعيش في الكرامة والمستقبل يكون مستقر. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم السيد تيجان رحال، رئيس جمعية مصورين عيون الساقية الحمراء، نائب رئيس الفيدرالية. هذا الشيء كنجريو عليه من شحال هذا، راه عام تقريبا ونص ولا هذا، كنجريو غير باش نوصلوا لهذه المائدة الدائرية باش يمكن نجمعوا النقاط اللي حصلنا شحال هذا، المسير اللي جمعنا شحال هذا من بني ملال مراكش كاع هاد الداخلة كاع هاد لي تورني اللي درنا، كنصفيو دابا المسائل ديالنا باش يمكن نحصلوا على واحد الخدمات للمصورين ككل في المغرب، ماشي غير واحد ولا جوج ولا مدينه ولا جوج، ككل يكون عندنا واحد الرفع ديال المستوى ديال الصوره والرفع ونرجعوا واحد العبره للمصور باش ترجع له واحد شويه القيمه، بدا كيفقد القيمه نظرا لهذا الشيء ديال العلماء اللي دخلت عليه نظرا بزاف ديال الحاجات. هذا القطاع هذا من القطاعات اللي هي مهدده بالزوال على اعتبار انه غير منظم، وعلى اعتبار ان التطور التكنولوجي اللي تشكل عليه خطر، مما يستدعي وضع قوانين. ولكن قبل وضع القوانين لابد من وضع خطه استراتيجيه تنمويه لهذا المجال اللي من شأنها ان تدفع بهذا القطاع للامام وتزيد به للامام، وبالتالي توضع قانون من شأنه ان يدافع عليه ويحميه وينميه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.